السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي موقع الشارع نيوز مباشرة من قلب دور الصفيح بمدينة تمارة. اليوم جينا باش نقربوكم من واحد الحالة ديال واحد الأسرة اللي المطلب ديالها الوحيد والأوحد هو أنها تستافد كباقي الأسر. حنا الآن كنتواجدوا في القلب ديال البراكة وغادي نقربوكم من كل كبيرة وصغيرة وشنو المشكل اللي واقع. معنا الاخت زينب، معنا الاخت زينب اللي غادي تقربنا من المشكل اللي عندها، وغنحاولوا نعطيكم واحد التوضيح، واحد التوضيح بعد ما ناخذ التصريح ديال الاخت زينب. فالاخت زينب اليوم بغات تهضر على الاخ ديالها اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه واللي كيقابلوا الاخت ديالها في نفس الوقت. اليوم زينب بغات تشرح لنا اكثر وتقول لنا شنو واقع. اختي زينب مرحبا بك معنا في الموقع ديال الشارع نيوز. السلام عليكم، انا من قاتنه الدور الصفيح دور اهل الحارت. حنايا ساكنين في هذه الدار هذه تقريبا من 81. حنا الموقع ديالنا الاصلي كان هو اللي جيت البوسطه، وحنايا من الناس اللي ارتحلوا في ديك الوقت وعطاونا على اساس اننا حطونا هنايا على اساس انه غادي يدوز واحد المرحله وغنكونوا من الناس اللي يستافدوا من هيك 24 هكتار. استافدوا الناس ديال 24 هكتار وما استفدناش معاهم. دازو الناس ديال اللي تسميوهم بدور 70 وما استفدناش معاهم. وجات حاليا حنايا دابا من 81 وحنا حاليا دابا في 2023 وجاو الدور صافح للمره الثالثه او الرابعه، ورغم ذلك اننا ما كنتهزوش معاهم. يعني بغيت نعرف شنو نوعيه شنو حنا من هاد يعني شنو بغيت نعرف حنا حاليا حنا اشنو الدور ديالنا اللي معلاش حنا زعما ما نستافدوش. نورمالمون حنايا مخلصين الدار ديالنا مليون ونص، عندنا ثلاثة ديال لي طرونش اللي مخلصين وكلشي بوراقينا. توفى الاب ديالي هنايا في هاد الدار هادي في 2005، من بعدها توفات الام ديالي في 2007، وبقينا عايشين حنا هنايا خوت 8 ديال الخوت كلنا كنا عايشين هنايا، من بينهم زوج ديال الخوت معاقين، واحد من معاق ذهنيا يعني مونغوليا، والثاني كان عنده التوحد اللي هو توفى في 2021 الله يرحمه. والسبب الوفاة ديالو من بين سبب الوفاة ديالو من بعد الله سبحانه وتعالى انه يعني سال الاجل ديالو، كانت من بين الاسباب انه هذا البيت اللي حنايا حاليا باغين يرفضونا من اننا نستافدوا منه، كان الاخ ديالي مرض فيه بمرض دقة سل، خرج فيه مهلوك مريض، الى بقى فيه الى حتى توفى. فهمتي يعني توفى في 2021، فكيف يعقل هاد الناس هادو تيجيو حاليا تيقولوا لنا نتوما ما ساكنينش؟ حنا في 2023 والاخ ديالي توفى في 2021 والبيت غير صالح للسكن وكنا ساكنين فيه، غير صالح للسكن وكنا ساكنين فيه، وحنا الوحيدين من بين جميع دور الصفيح اللي ساكنين هنا اننا متبعين. يعني كيف ما كيقولوا القانون ديالنا ما عمرنا ما فكرنا اننا نتحدوا السلطات ونصلحوا بدون اراده ديالهم وبلا حتى شي حاجه. 2017 طالبنا بالاصلاح، وعندنا الصور وعندنا الدلائل وعندنا كل شيء بانه الماء، حنا ساكنين في ارض، البيت ديالنا جا في ارض زراعيه ساكنين فيها، وعندنا البيت كينبع بالماء من التحت، الماء كينبع فيه من التحت وكتنبع فيه الماء من الفوق، عندنا الحيوط مبنيين كاع الناس بانيين بالسيما، حنا عندنا الحيوط مبنيين بالحمري مبنيين، وحتى واحد ما خد بعين الاعتبار هادشي هذا كامل. وحنا في 2017 دفعنا شكاية كمواطن يعني يحترم القانون وغير متسلط على اصحاب الاعوان السلطه، تبعنا القانون ديالنا. انا الاخوان ديالي ناس يعني محترمين جدا، ما كيفكروش اصلا انهم يتعدوا السلطه ويديروا شي حاجه اللي هي خارج القانون. ما بغيناش نصلحوا فين نسكنوا يعني بدون الاراده ديالهم. طالبناهم ودفعنا شكايه في الوقيتة اللي كانت يعني قالوا لنا راه غادي يكون واحد الاصلاح وغادي نعطيوكم، وهذا كان جا حتى
التوقيف من بعض الاشخاص من اعوان السلطه، وكانت ناضت روينه وكنا حنا الضحايا. وعندي الدليل وعندي تصاور 2017 انني مصورين الدار غير صالحه للسكن، ورغم ذلك استمرينا فيها الى حتى توفى الاخ ديالي في 2021. والاخت ديالي اللي هي كبيره خارجه من هاد الدار هذه حاليا مريضه بالحساسيه، وبسبب هاد الدار وبسبب الفيران اللي كانوا كيهجموا علينا بحكم اننا منزل معزول على باقي المنازل، وبجنبنا يعني مساحات فارغه، كان في المكاتب شي دار كيهجموا علينا حنا الفيران. يعني خرجنا كنا غادي نخرجوا من هنا بمرض السل او ما شابه. وحنا حاليا ما خاويينش الدار ديالنا كيف ما تيقولوا اعوان السلطه سامحهم الله، حنا ما خاويينش البيت ديالنا، حنا فارغينه من حوايج وكنجيو كاينين فيه. عندي الاخت ديالي انا تزوجت، يعني كتب عليا الله سبحانه وتعالى وتزوجت، يسر لي الامور. عندي الاخت ديالي غير متزوجه حاليا، وهي اللي مقابله الاخ ديالي اللي اصلا ما كترضاش انها تطلع في شيء تقول انا خاصني ولا انا خاصني ولا انا هذه، وما عمرها ما مدت يديها لشي حد، وكرمتها فوق كل شيء. سمعتي رجاءها في الله سبحانه وتعالى. والاخ ديالي كذلك انا ما نقدرش نصوره، علاش؟ لانني انا ما تنطلبش بالاخ ديالي، انا ما تنطلبش بالاخ ديالي اللي هو معاق، عمرني ما طلبت به، وعمر والدينا ما طلبوا بينا، وانا ما عمرنا ما غنطلبوا بخويا. خويا انا كنطلب الله سبحانه وتعالى من بعد الله سبحانه وتعالى رجائي في القايده السعوديه اللي تيقولوا عليها انسانه مزيانه وكتعاون الناس، وما عمرها ما ضيعت شي واحد. انا ما بغيتش تضيع الاخ ديالي، هذا هو الرجاء ديالي. كانوا عندي زوج، واحد توفى باقي واحد انا ما بغيتوش يتاع، هذا هو الرجاء ديالي الوحيد. اقسم بالله حنا ما كنطلبوش بخونا، حنا عمرنا ما طلبنا بخونا، وعمرنا ما طلبنا اعانه من شي حد، وعمرنا ما يديناها لشي حد، ورغم انه تيكونوا اعانات هنايا حنا كنسدو علينا الباب ديالنا، وعمرنا ما وقفه وصلتنا مع شي حد يقولوا لي عطينا ولا شي حاجه. انا دابا تنطلب في اختي، تطلب غير باش تبان في هاد القناه وما بغاتش. علاش؟ قلت لي انا ما عمرني ما طلبت بخويا، وما عمرني غنطلب بخويا، وما عمرني غنبين خويا انني كنطلب به. يكفي انها داكشي اللي كتسمع انها حاطه حوايجها عند اختي وكتتلقف من هنا لهنا. شكون اللي غيهز هاد الدري ولا شكون اللي غيهز هاد البنت هادي؟ خوها، مرت خوها، مرت الاخ ديما كتبقى مرت الاخ، مع احتراماتي لبنات الناس، ولكن مرت الاخ ديما كتبقى مرت الاخ، والاخ ديما كيبقى معتزل انه باغي يعتزل في البيت ديالو، وبالتالي شكون اللي غيهزها؟ هي حاليا هزه حوايجها حاطه مع عند اختي. هاد الشتا اللي جات الاخرى فيضت علينا، فاضت علينا بواحد الهستيريا اللي كلنا كلشي ضاع، كلشي ضاع. المطالب ديالكم اختي زينب والرساله ديالكم للسلطات المحليه. المطالب ديالنا خويا انا ما طالبه حتى شي حاجه، وانا ما تنعاير حتى شي حد، وما تنقلل احترامي حتى على شي حد. انا الطلب ديالي الوحيد ورجائي الوحيد انه من بعد الله سبحانه وتعالى رجائي في القايده انها تشوف من حقنا، لانه السيد من اعوان السلطه اللي تيقول لنا حنا غير قاطنين، يعني ما عندوش الحق يقول لنا انتم غير قاطنين، وهو بالاحرى يلا استلم الشغل ديالو علينا حنا ما كملناش حتى عام. هو اصلا ما تولى علينا حتى جا الاحصاء، فكيف يعقل يجي يقول لي غير قاطنه، او يجي يسول عليا جار ولا جاره يقول لي قالوا لي غير قاطنين، فكيف كيفاش هاد الهضره هادي كتدخل العقل الواحد واعي؟ يجي يقول لي سولت عليك جاره وسولت عليك الجار وقال لي باش عرفتي انا هاد الجار ما حملنيش ولا هاد الجار ما حملانيش ولا اعداء ولا هذا اللي انت تجي تقول لي راه ما ساكنين سولت عليك. انا ما تنطعن حتى بشي واحد، ومع احترامي لجميع اعوان السلطه انا فقط بغيت خويا واختي ما يضيعوش.